السلام عليكم. أنا دكتور شهاب، أنا طبيب أسنان خريج جامعة عين شمس 2011. النهاردة إن شاء الله مع تاي فليكس هنتكلم عن الدنتال فوتوغرافي الموديول ده. هنبدأ في السيتنجز بتاعة الكاميرا بروفيشنال عشان نصور بيها دنتال، حاجة اسمها اكسبوجر تريانجل مع 3 فاكتورز زيادة هيساعدوك تظبط الكاميرا بروفيشنال وانت بتصور دنتال. طب هستفاد ايه من الموديول ده؟ هستفاد ان انا اعرف كل سيتنجز في كل سيتنج في الكاميرا بروفيشنال واعرف اظبطه ازاي وفايدته ايه وبيأثر على الصوره ازاي.